اتفرجت على مباراة الأهلي والاتحاد؟ اتفرجت عليها بالكامل؟ أنا يعني اتفرجت على بعض اللقطات، أنا كنت شغال وما لحقتش أتفرج على الماتش كله، بس أنا جبت الحاجات المهمة في الآخر عن طريق النت، وللأسف كنت مخضوض جدا من طريقة اللعب وأهداف المباراة اللي جاية واحدة ورا التانية، وطريقة اللعب الأوروبية اللي هو محدش متعود عليها. إحنا كبرازيليين لما بنسمع عن مصر عمرنا ما بنتخيل إن في حد يعني طريقة اللعب اللي هي بتاعت أوروبا، ولكن الفريق المصري ومن الواضح إن هو متدرب كويس جدا وعنده بطولات بتأهله لذا. عظيم جدا. فلومينينسي بقى، انت شايف ايه ابرز العناصر او ايه ابرز نقاط القوه في الفريق البرازيلي اللي ممكن يظهر او تظهر في مباراه الاهلي بشكل كبير جدا؟ فرناندو دينيز هو عمل مجهود كويس جدا وحد مونديال، واحنا بنثق فيه جدا وواثقين ان كل مره الفريق هيظهر بطريقه احسن من الاول. وحاليا في فيديوهات بتحصل من الفريق تحفيزيه، ودي الطريقه اللي احنا بنحفز بيها بعضينا. حتى افتكر وانا لاعب في الملعب، احسن طريقه كنا بنحاول ان احنا نحفز بيها بعض كانت عن طريق الميديا، ونحاول نظهر امام كل الناس ان احنا يعني الموضوع مش فارق معانا زي ما يعني الناس متخيله، عشان نحاول نخش روح المباراه واحنا جاهزين 100 يعني 100%. واحنا برضو اكيد في نقط احنا هنشتغل عليها زي اللي حصل، زي الطرد اللي حصل ده هيفيدنا كويس جدا. لعيبه فلومينينسي البرازيلي هم قادرين، هم ابطال، هم مش اول مره يخوضوا تجربه، وهم قد المسؤوليه، واحنا كلنا بنثق فيهم في البرازيل. مين من اللعيبه تتوقع تالقه في المباراه القادمه؟ لعيبه فلومينينسي انا خليني مع فابيو. فابيو حد من احسن اللعيبه اللي احنا ممكن نثق فيه. فابيو انا بحبه عن طريق الشخصي، انا بحبه شخصيا، احنا كنا اصدقاء حتى وانا في الملعب، انا بثق فيه كويس جدا لحد النهارده، احنا في تواصل ما بيننا، بكلمه من وقت للتاني. انا حاليا مش متواجد في البرازيل، ولكن انا بعرف اتواصل مع فابيو بالذات لان في ما بيننا اتصالات، وهو مطمني جدا على الفريق. ريكاردو برينا حارس مرمى وقائد فريق فلومينينسي البرازيلي السابق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. بيقول لك الاهلي فريق اوروبي، خدت بالك؟ بيقول لك احنا لما شفنا الاهلي اتخضينا، خفنا، مش متوقعين انه في فريق من مصر بيلعب كره اوروبيه. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرم يوم الاثنين باذن الله.